السلام عليكم أحبائي، اليوم سوف نمر إلى درس جديد من دروس الاستماع والتحدث تحت عنوان دوار الكرمة، فلنستمع إلى القصة جميعا. جاء فصل الربيع، قررت حيوانات الغابة تنظيم حفل ترحيبا بفصل الربيع. كلفت البلبلة بإعداد نشيد الترحيب لتنشده جميع الحيوانات يوم الحفل. أنهى البلبل تلحين النشيد لكنه أصيب بزكام فبح صوته. بحث في الغابة عمن يعوضه فما وجد صوتا مناسبا للنشيد. طار إلى دوار الخير حيث يسكن صديقه يوسف، وطلب منه أن يبحث له عن من ينوب عنه في إلقاء النشيد. رحب يوسف بالبلبل وعرفه أفراد أسرته. قال يوسف: هذا أبي فلاح يحرث الأرض وينتج الغذاء، وهذه أمي تسهر على راحتنا، وهذه أختي التي تدرس معي في مدرسة القرية. حل موعد الغداء. جلس البلبل إلى المائدة وعليها فطائر وسريد وجبن وزبد وعسل وشاي. ذاق البلبل من هذه الأطعمة وقال: ما ألذ طعام البادية. بعد الزوال خرج يوسف وضيفه إلى الدوار. قال البلبل: ما أجمل دواركم، وكم هي رائعة البساتين الزيتون والتين والعنب والرمان التي تحيط به، وما أرحب مزارع الحبوب والخضر ومراعي الماشية. وصل الصديقان إلى الحظيرة، وقفا بباب الزريبة. ثغى الخروف والمعزة. قال البلبل: هذه أصوات لا تصلح للغناء. انتقل الصديقان إلى الإسطبل، سهل الحصان ونهق الحمار. قال البلبل: صوت الحمار مزعج. وصل الصديقان إلى الخم، قاقت الدجاجة وصاح الديك. قال البلبل: صوت الدجاجة متقطع، أصوات هذه الدواجن لا تصلح للغناء. سمع البلبل صوتا شديا، رفع رأسه ناحية الصوت، رأى عندليبا يغرد فوق غصن شجرة الزيتون. طار البلبل عند العندليب وقال له: ما أعذب صوتك أيها العندليب، هل تقبل أن تنوب عني في إلقاء نشيد الربيع؟ وفي يوم الحفل أنشد العندليب: مرحبا بالربيع، مرحبا بالفصل البديع، مرحبا بالربيع، مرحبا بالفصل البديع. فصفق له الجميع وأنشدوا معه. نمر الآن إلى أسئلة الفهم. عن أي فصل يتحدث النص؟ يتحدث النص عن قدوم فصل الربيع. ماذا قررت حيوانات الغابة؟ قررت الحيوانات تنظيم حفل بمناسبة قدوم الربيع. من الذي تكلف بإعداد نشيد فصل الربيع؟ إنه البلبل الذي تكلف بإعداد نشيد الترحيب. ماذا وقع للبلبل حين أنهى تلحين النشيد؟ لقد أصيب بزكام فبح صوته. قلنا ماذا قرر البلبل بعد أن مرض وبح صوته؟ قرر البلبل البحث عمن يعوضه في إلقاء النشيد. لماذا طار البلبل إلى دوار الخير؟ طار البلبل إلى دوار الخير عند صديقه يوسف ليبحث معه عمن يعوضه في إلقاء نشيد الربيع. ماذا فعل يوسف بعد أن عرف البلبل على أفراد أسرته؟ لقد صاحب يوسف البلبل إلى الدوار ثم إلى الحظيرة. ماذا قال البلبل عندما وصل إلى الإسطبل، وإلى أين ذهب بعد ذلك؟ قال البلبل: صوت الحمار مزعج، ليذهب بعد ذلك إلى الخم. وماذا قال البلبل حين وصل إلى خم الدواجن؟ قال البلبل: صوت الدجاجة متقطع، وإن صوت الدواجن لا يصلح للغناء.
ماذا سمع البلبل في الأخير؟ سمع البلبل في الأخير صوتا شديا، فرأى عندليبا فوق غصن شجرة الزيتون. ماذا طلب البلبل من العندليب؟ قال له: ما أعذب صوتك، وهل تقبل أن تنوب عني في إلقاء نشيد الربيع؟ هل قبل العندليب طلب البلبل؟ نعم، قبل العندليب طلب البلبل، وألقى النشيد في أول يوم الربيع، فصفق له الجميع وأنشدوا معه. والآن نمر إلى عناصر الحكاية: الشخصيات، حيوانات الغابة، البلبل، العندليب، يوسف، عائلة يوسف، الخروف، الماعز، الحصان، الحمار والدواجن، الزمان، فصل الربيع، المكان، الغابة، الحظيرة، الإسطبل، الخم، دوار الخير، منزل عائلة يوسف. البنية السردية للحكاية: البداية، حل فصل الربيع وكلفت حيوانات الغابة البلبل بإعداد نشيد ترحيبي لتنشده جميع الحيوانات يوم الحفل. التحول، أنهى البلبل تلحين النشيد ولكنه أصيب بزكام وبح صوته ولم يعد صالحا للغناء. المشكل، البحث عن من ينوب عنه في إلقاء نشيد فصل الربيع. الحل، الاستماع إلى أصوات الحيوانات والدواجن. النهاية، قبول العندليب بإلقاء نشيد ترحيبي احتفالا بالربيع. نهاية القصة. لا تنسوا دعمنا، وإلى اللقاء.